بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ نكمل كلامنا. لو جينا بصينا هنا اذن على الرسمه ديت، هنلاحظ ان الاسكابيولا الموجوده الناحيه دي ناحيه الرايت واقعه شويه، حدث فيها دروبنج. دروبنج ليه؟ للرايت اسكابيولا نتيجه البارشال باراليسيس، يعني شلل جزئي مش شلل كلي، شلل جزئي في الايه الترابيزيوس المفصل. ترابيزيوس ايه مفصل. طب الشلل ده نتج عنه ايه؟ الاسكابيولا وقعت شويه او عملت دروبنج ودروبنج وعملت منظر بنشوفه في الكلينيكال اسمه الوينج اسكابيولا. زي ما احنا شايفين دي الرايت وينج سكابيولا، يعني السكابيولا اليمنى حدث فيها وينج. طيب لما نيجي نشوف تعريف الوينج سكابيولا، تعريف الوينج سكابيولا معناها انه الميديال بوردر للسكابيولا والانفيريور انجل للسكابيولا اصبحوا بعاد عن البوستيرو ثراسيك وول. المفروض ان السكابيولا دي بتبقى نايمه على الثراسيك وول من ورا، نايمه على البوستيرو ثراسيك وول، فكون ان هم يبقوا بعاد عن البوستيرو ثراسيك وول يبرزوا عندي، فده يديني المنظر بتاع الوينج سكابيولا. لما نيجي نبص هنا، طبعا ادي الاسكابيولا اهي، ادي الميديال بوردر اوف الاسكابيولا، ادي الانفيور انجل اوف الاسكابيولا. المفروض ان هو يبقى نايم على الثوراسيك وول، كون ان هم يبعدوا عن الثوراسيك وول يبقوا اواي فروم ذا ثوراسيك وول، ده اللي احنا بنسميه الايه الوينج اسكابيولا. مش عارف انت هتلاحظ الفرق ولا لا في الرسمه ديت، بس هنا هتجد انه الميديال بوردر طبعا زي ما احنا شايفين، ادي الميديال بوردر بتاع الاسكابيولا اهي اللي هي الليفت، الميديال بوردر بتاع الاسكابيولا هنا نايم على الثوراسيك كيج، نايم على الضلوع من ورا، انما ده تحس ان هو يعني بارز شويه، واخد بالك، طالع ناحيتنا شويه. خلاص كده، ده الايه، ده فكره الوينج دي، الوينج سكابيولا. وبمناسبه يعني الوينج سكابيولا بيحصل لما بيحصل ليجن في الاكسسوري نيرف وبالتالي الترابيزيوس ماسل زي ما وضحنا هنا. يعني انت هنا فكره الوينج سكابيولا او ليه السكابيولا اصبحت بعيده عن الثوراسيك وول، ليه برز الميديال بوردر بتاع الاسكابيولا وبقى طالع لبره، ده نتيجه قلنا الباراليسيس اوف ذا ترابيزيوس ماسل، وده نتيجه برضه الباراليسيس اوف ذا او ليجن حصل في السباينال اكسسوري نيرف. ده احتمال، خلاص كده، من احتمالات الوينج سكابيولا. الكلام ده شباب كلام كلينيكال، كلام ادفانسد شويه، ممكن ما تلاقوش في كتابك، خاصه الشباب اللي هو يعني دكاتره اسنان، الكلام ده مش هتلاقيه عليك، ده كلام لبشري. طيب بص يا دكاتره، هنا في اطلس مور المحترم هتجد ادي الوينج سكابيولا، وهتجد هنا حاطط لك تحت ايه؟ تطلع تحت الانجري اوف ذا سباينال اكسسوري نيرف الكرينيال نيرف رقم 11. يعني ده صحيح انه لو حدث هناك انجري في السباينال اكسسوري نيرف اللي هو الكرينيال نيرف رقم 11 هتحصل عندنا حاله الايه؟ الاسكابيولا. اهو هتيجي هنا تقول لك اهو في التعريف، مع السباينال اكسسوري نيرف بولسي، مع اي شلل لك في السباينال اكسسوري نيرف، خلاص كده البرايمري كلينيكال مانيفستيشن، المانيفستيشن الاساسيه او الكلينيكال فيتشر الاساسيه اللي انا هشوفها هو دروبد في الشولدر او دروبد في الاسكابيولا، خلاص كده. طيب لكن في الحقيقه انه مش بس السباينال اكسسوري نيرف هو اللي ممكن الليجن فيه او الخلل فيه او الباراليسيس فيه هو اللي ممكن يسبب الوينج سكابيولا. في الحقيقه كمان لما نيجي ان شاء الله ناخد الابر لمب او في الابر لمب او في الطرف العلوي، هتجد انه في عندنا برضو نيرف مهم يسمى اللونج ثوراسيك نيرف، وهذا النيرف بيدي عضلة تسمى السيريتس انتيريور، ولما بيحصل ليجن في اللونج ثوراسيك نيرف هينتج عنه برضو شلل. الفكرة كلها يا جماعة عصب وعضلة. يعني انا قبل كده هنا، واخد بالك، انا هنا اهو ضربت ايه؟ ضربت السباينال اكسسوري نيرف اللي كان بيدي نيرف سبلاي للترابيزيوس، خلاص كده. لما نيجي ان شاء الله ناخد الابر لمب، مش هتعرف ان انا ممكن برضو اضرب اللونج ثوراسيك نيرف اللي هو بيدي نيرف سبلاي لعضله تسمى السيريتس انتيرور. لما اضرب الاثنين دول برضه هيديني نفس الكلينيكال بيكتشر اللي هي الوينج سكابيولا. فانا لما الاقي عندي وينج سكابيولا بفكر في احتمالين، يا اما انا ضربت نيرف يسمى اللونج ثوراسيك نيرف وبالتالي ضربت عضله تسمى السيريتس انتيرور، وده مش علينا خالص في النك، ده كلام في الابر لمب، يا اما انا ضربت السباينال اكسسوري نيرف وبالتالي ضربت الايه الترابيزيوس ماسل. وعشان ما نخشش في تفاصيل الابر ليمب والكلام ده، اعرف بقى كده ان انا لما اضرب، خلينا بقى في الايه، خلينا في الترابيزيوس ماسل، ان انا دلوقتي لما اضرب الايه السباينال اكسسوري نيرف وبالتالي اضرب الترابيزيوس ماسل، ساعتها الاسكابيولا دي هتبدا ان هي تعمل ايه، تبرز لورا كده، الميديال بوردر بتاعها يطلع لايه، واخد بالك، لورا ايه، يبدا الميديال بوردر بتاعها يبدا ان هو، واخد بالك، يعمل كده، يعمل كده، واخد بالك، يطلع لبره، يعمل حاجه اسمها وينجين اوف ايه اسكابيولا. طيب الحالة الثانية طبعا احنا اخدناها، الحالة الثانية اللي هي حالة التورتيكولس، انه بيحدث هناك انه الهيد بتبدا ان هي تلت، تميل شوية في السيم سايد، والفيس بيبدا ان هو يميل في الاوبوزيت سايد. حتى هنا هتلاقيه حاطط ايده عند الفيس عايز يرجع الفيس، بس مش عارف، يعني كده كده الفيس باصص الناحية الثانية، باصص فيها ليه الاوبوزيت ايه سايد. يبقى الوينج سكابيولا والتورتيكولس مع الليجن في السباينال اكسسوري نيرف، اللقاء في فيديوهات